الفرقة دي والغيم ينزل مرة أخرى إلى أدنى الحقول كأنه لم يصعد. ما الغصن؟ ما النجم الرفيع؟ وما الغمام أحق منكم بالنبي محمد؟ فتواضعوا مثل النبي محمد. تمضي به أمة فيسمعها إلى أقصى المدينة مشفقا متجملا، ويبر من نادى به أن يعدل ويعود بعد الموت قبر المعتدي. فتراحموا مثل النبي محمد. ويضم عائشة بسترة برده لترى الوفود وخدها في خده. من يأخذ الدين الفسيح بوده من أمهات المؤمنين فيهتدي. فتفسحوا مثل النبي محمد تحت المجاعة والحصار الأضيق، والناس ينتظرون شر ممزق من صخرة صماء بين الخندق شق الحديث عن انتصارات الغد. فتفاءلوا مثل النبي محمد. يا أم معبد من ترى قد مرك فأقر عينك بالجمال وسرك من أحور متبلج ومبرك. ما زينة الآتي بوالد معبدي. فتزينوا مثل النبي محمد. ويقول عبد الله دعني إنني أولى بوالدي الخبيث المنتن. دعني أضرب عنقه إن كنت قاطع إفك شر الألسن. فيقول نحسن صحبة المتعهد. فتعاهدوا مثل النبي محمد. يا سيد الإنسان أي مشرع لا يرحم الإنسان ليس محمدي. يا سيد الإنسان ليس بمسلم من لا يسالم باللسان وباليد. يا سيد الإنسان أمتك التي تشتاق بين مهجر ومشرد. ومشايخ الإسلام بعضهم الله يعفو عنهم، ومشايخ الإسلام ينهش بعضهم بعضا بكل مغفل متهجد. لا يصدحون سوى بحق ملوكهم، لا يؤمنون سوى بملك المعتدي، ويوحدون المستبد ديانة فالحر بالإجماع غير موحد. يا سيد الإنسان لو أن الدماء كانت مداد قصائدي لم تنفدي. لو أن مصر القدس، لو أن العراق الشام، لو أن الظلام بلا غدي، لو أنهم يجدون ريح محمد في الكون في الإنسان قبل المسجد. يا سيد الإنسان كل رزية نشتاق فيها لاتباعك. سيدي إن اتباعك أن نعود لذلك الحب القديم العالمي السرمدي. إن اتباعك أن غصنا مثمرا بعد ارتفاع الجوع ينزل في اليد، والماء يفرش للنجوم سريره، وعلى المياه ينام ضوء الفرقد. والغيم ينزل مرة أخرى إلى أدنى الحقول كأنه لم يصعد. ونرى الغمام، نرى الغصون، نرى النجوم، نرى الحنين إلى الحياة، فنهتدي ونعيش في الدنيا بروح محمد.